الأساسية في بيانه، وهذه النقاط تبدأ بالتأكيد على مطلبهم الأساسي بإقالة وزير الداخلية برأيهم المتسبب في هذه الأزمة، إضافة إلى محاسبة المسؤولين الرئيسيين عن افتعال هذه الأزمة التي حدثت قبل أيام. المطالبة بأن تقدم الحكومة المصرية اعتذارا رسميا لنقابة الصحفيين ولجميع الصحفيين المصريين، مطالبة رئاسة الجمهورية بتقديم اعتذار رسمي هي الأخرى كما فعلت مع نقابة المحامين من قبل بتقديمها اعتذار لنقابة المحامين، المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الصحافة ومعتقلي الرأي كما جاء في البيان، المطالبة بإصدار قوانين تجرم الاعتداء على الصحفيين وتعتدي على حريتهم، رفض حظر النشر الذي صدر من النائب العام أمس، رفض هذا الحظر بل والعمل على كسر هذا القرار الذي صدر من النائب العام. ثالثا أو رابعا، مطالبة البرلمان المصري بإصدار قوانين لحماية الصحفيين وحماية الحريات، دعوة القنوات الفضائية الداعمة لنقابة الصحفيين لدرء الهجوم المضاد الذي يشنه البعض عبر التوجهات المختلفة والتي تأتي من المؤسسات الأمنية، مطالبة القنوات الفضائية الداعمة لنقابة الصحفيين بدرء الهجوم الذي يأتي من بعض المدافعين كما يقولون في بيانهم أو بعض الموالين لوزارة الداخلية ويشنون هجوما على النقابة من منابر مختلفة، نشر أو وضع إشارات سوداء في الصفحة الأولى لجميع الصحف المصرية، الإعلان عن مؤتمر هام يوم الثلاثاء القادم يتم تحديد فيه طريقة للإضراب التام عن العمل الصحفي لجميع الصحفيين وفي جميع الصحف، الإضراب العام لجميع الصحفيين في جميع الصحف المصرية سيحدد ذلك يوم الثلاثاء إذا لم يكن هناك حل جذري لهذه الأزمة، دعوة نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة واستجواب للحكومة الحالية حول هذه الأزمة ووضع حل لها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من النقابة وكبار الكتاب وشيوخ المهنة لإدارة هذه الأزمة بشكل صحيح، بالإضافة أيضا إلى المطالبة بمنع نشر اسم وزير الداخلية أو قيادات الداخلية.